ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهارده بقى هنعمل وصفة جبارة لإزالة التجاعيد والتفتيح البشرة ونعومة البشرة وإزالة أي تجاعيد ولو بسيطة، أو حب شباب بتخلي البشرة نقية وجميلة أوي. الوصفة دي حبايبي بدل البوتوكس والفيلر، مجرد معلقة خميرة هنعملها هو مع بعض. بس لازم قبل ما تعمليها يكون فيه لبان ذكر وتنقعيه اهوت لمدة يومين، شوفوا لونه بيبقى غامق ازاي. على فكرة اللبان الذكر ده برضو ممكن تحطيه بخاخ وتبخي كده على ايدك وعلى وشك، بس طبعا بتبقي مغمضة عينيك، وتجيبي قطنة وتبليها وتحطي تحت العين، بيشيل الخطوط او التجاعيد البسيطة اللي تحت العين. دلوقتي يا حبيبي بقى هناخد معلقة كبيرة خميرة، ايوه كده معلقة كبيرة خميرة، وهاخد معلقتين من لبان الذكر اهوت، ادي معلقة. شوفوا في بعض اللبان لسه مبش اهو، انا حطاه ده تاني يوم له، ومعلقة تانية برضو كبيرة اهيت، وهحاول ان انا يعني اتنيني اقلب فيها خالص كده لحد الخميرة ما تبقى ناعمة خالص في ملمس الكريمي. والاخر بقى بعد ما تبقى ملمسها كريمي كده هحط بياض بيضة اهو يا حبايبي، عملتها علشان الصفار ما ينزلش معاكي، اخرمي بس خرم كده في وسط البيضة، هتبص تلاقي البياض نزل والصفار هيتنيه في البيضة زي ما هو. احنا عايزين الملمس كده يكون كريمي يعني، ولو المعلقتين اللي انا حطيتهم دولت كتار هحاول ان انا احط كمان عليهم شوية. هتنين اقلب فيها بقى لما يبقى ملمسها حلو. بعد ما انا حطيت معلقتين من منقوع لبان الذكر وعليهم حطيت الخميرة الاول، معلقة خميرة كبيرة وعليها معلقتين من مية لبان الذكر، وتنيت نقلب فيهم لحد ما ادوني الملمس الحريري الجميل ده. على فكرة برضو الوصفة دي حبايبي بتعمل على تسمين الوجه وتسمين الخدود، يعني هي وصفة جميلة جميلة، وإزالة التجاعيد وبتدي للبشرة ملمس ناعم كده زي الحرير. هي كلها فوائد وكلها يعني بصراحة جميلة جميلة. بعد ما مدتني الملمس الجميل ده هحط بياض البيض اهوت، واقلب بقى لحد ما يتجانسوا خالص مع بعض. هتنينا اقلب لحد ما يتجانسوا مع بعض خالص. تنتنا اقلب فيها اهو يا حبايبي لحد، شوفوا القوام بتاعها عامل ازاي. على فكرة هي بتمسك على الوش يعني، وبعدين احنا مش بنحط طبقة ونسيبها، يعني احنا يا حبايبي بنحط طبقات على بعضها، بنفضل نحط في طبقات كده، والماسك ده بيتحط يعني من ربع النص ساعة، من ربع النص ساعة كده على البشرة. والماسك ده ممكن تعمليه يوميا، بيتخن الوش وبيبيضه وبيشيل التجاعيد، بصراحة فوائده جامدة قوي يعني، هو ممتاز ممتاز. القوام بتاعي حبايبي بيبقى كده، وهو بيتحط طبقات على البشرة من ربع ساعة لنص ساعة،
وبعد كده بتغسليه بماء دافئ يعني، وطبعا بقى بتغسليه بالحاجات اللي انت متعودة ان انت تغسلي بشرتك بيها، اذا كان مثلا طبعا بعد كده مية دافية بتغسلي بشرتك مثلا بغسول او بصابونة طبية او صابونة عادية اي حاجة، مفيش اي مشاكل خالص. ولو عجبتكم الفكرة البسيطة الجميلة دي اعملوا بقى يا حبايبي، عايزين تفاعل كده شوية، اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم ويستفيدوا من الفكرة البسيطة دي، مكوناتها موجودة في كل بيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حبايبي، باي، مع السلامة.